طبعا انا كنت قلت لحضراتكم امبارح عن طفل ريان. من يوم الثلاث اللي فات احنا كده عدى علينا اكتر من 100 ساعه، او عدى عليه هو اكتر من 100 ساعه. ريان الطفل المغربي اللي وقع في البير، البير عمقه 32 متر. حتى الان ما زالت جهود فرق الانقاذ مستمره، بيحاولوا بكل الطرق وبشتى السبل ان هم يوصلوا له. لحد ما دخلنا الهواء وطلينا على حضراتكم، كان مفروض انه قدامه 120 سنتيمتر، يعني لحظات فارقة انه ان شاء الله ينقذوه. على نار احنا مستنيين خروجه، كل الناس بتدعي له. لو شايفين حضراتكم الشاشة دي، كلها اهالي القرية اللي موجود فيها في المغرب واقفين، كانوا بينشدوا طلع البدر علينا وبيحاولوا يدعوا بكل الأدعية الممكنة عشان يطلع سالم غانم لأهله. طيب معانا على التليفون أستاذ محمد الربون، رئيس كونفدرالية جمعيات إقليم شفشفون، موجود طبعا في المغرب. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. مرحبا ومرحبا بجميع متابعي قناة انتمام. أهلا بحضرتك. في الأول طبعا حابة أطمن ونطمن كل الناس على ريان حتى هذه اللحظة، وضعه عامل إزاي؟ وضع ريان لا يعرفه إلا الله، لأن صعب ولا يوجد أي تصريح رسمي مساء اليوم يؤكد وضعية ريان، لأنه كان هناك تصريح من أحد المسؤولين هو عبد الهادي رئيس مخالية أنه كان نائما على يعني على جنبه، الكاميرا لا تعرف من هو، هل هو حي أم ميت. لكن أؤكد لك بعد خروج قبل قليل تم خروج الأشخاص الموجودون داخل الذين يتكلفون بالحفر، وظن الجميع بأن انتهت العملية، سأقول بأن العملية لم تنتهي، ذاك لا زال يوجد 50 سنتيمتر ستحفر باليد، والآن داخل المكان تقنيين اختصاصيين يؤكدون بالتفاصيل وبالتضحيات عبر آليات ومكان بسنتيمتر مكان الذي يتواجد فيه ريان، وسط حفرة واختبار كبير كبير مع استعداد بمروحية وسيارات إسعاف وأطباء، حتى الأطباء الآن موجودون في الأمام ينتظرون بكل دقيقة، لكن سيتم إعادة الحفر من جديد في مسافة 50 سنتيمتر من أجل إخراج الطفل ريان، ونتمنى من الله أن يكون الخبر سعيد لكل العالم. أستاذ محمد دلوقتي أنا لسه كنت بقول من شوية إن هم 120 سنتيمتر، دلوقتي أصبحوا 50 سنتيمتر الحفر يدوي، لأن زي ما سمعنا من حضرتك ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي إن التربة هشة، وارد في أي وقت يحصل انهيار للتربة، وإحنا بنحافظ طول الوقت إنه نطلعه سالم من الحفرة اللي فيها. 50 سنتيمتر تقريبا، وانا عارفه ان مفيش معلومات مؤكده حتى هذه اللحظه، هل ممكن يكون الوقت قد ايه نوصل لريان في ال 50 سنتيمتر دول؟ صعب تحديد الوقت، لان التقنيين لا زالوا داخل المكان الذي يتم العمل داخله، اللي الاشخاص الشخص وخصوصا الشخص المكلف بالحفر المدعو بعلي ملقب بالصحراوي لم يدخل بعد لاكمال 50 سنتيمتر، ينتظر خروج التقنيين ليقوم هو بالدخول. اما متر و20 من الذي قلت كان في زوال اليوم وليس الان، الان بعد خروج تم تاكيد بان يوجد 50 سنتيمتر قريبه، لان العمال كانوا يشتغلون بآله كهربائيه تسمى بالمغرب الديجاجور، والان سيعتمدون على حفر الايادي بطريقه تقليديه، لان البئر عمقه الاصلي 64 مترا، لان لا يريدون اي انجراف تربه، لان التربه جد 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 هشه في جبال الريف. هل تم رصد اي حركه جديده لريان؟ يعني لحد امبارح عرفنا انه كل شويه من الاكل اللي اتبعت له وكان بيتحرك، الحمد لله كان لسه على قيد الحياة وإن شاء الله يطلع بألف سلامة. هل كل تاني بيتحرك نفسه كويس؟ يعني الكاميرا رصدت إيه الجديد في وضع ريان؟ أولا أوضح لك لأن الأكل لم يأكل قط، كما أكد هذا المسؤول رئيس لم يأكل قط. الأزمة
لم ياكل قط، واكدها في تصريح رسمي مسؤول السيد عبد الهادي رئيس قسم الخليه الالمه. واؤكد لك بان اليوم عبر في العشرة صباحا اكد بان ريان متكي على جنبه الذي لا تستطيع الكاميرا مراقبته، هو يعطي ظهره للكاميرا. بندعي استاذ محمد لا يسعنا الا الدعاء، بندعي ان شاء الله النهارده والساعات دي ما تخلصش الا وريان طالع من البير بكل سلامه، ونتابع ان شاء الله مع حضرتك ونفرح النهارده برجوعه. بشكرك شكرا جزيلا السيد محمد ربون رئيس كونفدراليه جمعيات اقليم شفشاون، شكرا جزيلا لحضرتك.